أثابكم الله. يقول السائل: تحصلت على تذكرة مجانية ذهابا وإيابا، والذي أعطاها لي مسؤول في شركة الطيران، مع العلم أنني لست موظفا بالشركة، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ إذا علمت أن هذه التذكرة لا تستحقها، إذا كنت لا تستحق هذه التذكرة فلا يجوز لك استعمالها، لأن هذا من أكل المال بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل.